سلام عليكم. تحدي جديد وزي ما قلت لكم يا جماعه بننزل اثنين وخميس ومعنى ان انا اديكم مواعيد انزل فيها معنى ان انا هلتزم او بمعنى ان انا عامل كميه تقيله. مبدئيا كده التحدي ده عباره عن اللي ياكل طبق اندومي حار في دقيقه واحده هيكسب معانا مكسب خرافي. تعالى بس نخش الفيديو وتشوف مين اللي معانا في التحدي عشان ده وجه جديد وسبت التيم كله وجيت لي ده. عارفين ليه؟ عشان يوم ما هعمل تحدي مش هجيب حد، انا جبت حد كده عشان اعرفكم ان هي مش بالجسم واكل كده وهو كده ياكل كده. خايف اخسر بعد الكلام ده. مبدئيا كده مسي بلايك يا زميلي عشان لو فيديو وصل 1000 لايك في 24 ساعه انا هرقص من الفرحه. وسبسكرايب بقى يا زميلي، هتلاقي علامه السبسكرايب لونها احمر. ياه لو خليتها لونها رمادي، ياه لو فعلت زر الجرس، ياه تبقى جميل جدا. وهتلاقي بقى في الديسكريبشن قناتي الاساسيه بتاع التمثيل، ياه لو اشتركت فيها، ياه لو مسيت على الانستا بالمره، ياه لو دخلت على بيج الفيسبوك بالمره، ياه لو دخلت على التيك توك بالمره، ياه لو اخلص بقى وابدا. يلا بينا. الاول نرحب بالاندومي مش بالضيف. شطه نار هقلبها دمار. شطة نار يا جماعة، في دقيقة واحدة اللي ياكل الطبق ده هيكسب معانا اندومي. مش هيكسب كرتونة الاندومي، هيكسب كرتونتين مش كفاية، هيكسب ثلاثة مش كفاية، هيكسب أربعة كفاية. اركن دول خش يا زلمة. طبعا معانا بكيلي، قلت له قول محمد ولا بعزك ولا بكيلي، قال لي بكيلي، اتعودوا على بكيلي. طبعا يا جماعه مبدئيا كده انا وانا بدا التحدي يعتبر هو بيظهر بس يعتبر اول مره يظهر في حلقه لوحدي. الحمد لله يا رب، ده من كرم ربنا. والله انا بحبكم كتير يعني، وكون دم يا رب اكون معاكم وتحبوني، وانا ان شاء الله هعمل ايه عشان اضحكوا كتير قوي. طبعا يا جماعه هنبدا التحدي. انا خايف ما ياكلش بكيلي، انا خايف ياكل بعينيه، عينيك واسعه قوي. مش بتنمر والله، انا بحب بس انا واثق من نفسي، انا هغلبك اصلا. بلا متوقع بصراحه، لو حد غيرك متوقع. ابدا ساعه الايقاف عشان ساعه الدمار داخله. يا جماعه انا لما بعمل حاجه بحبها تكون من اعراض تقيل. ممكن تخش على التحدي تقول ايه اندومي اندومي، ده انا لو جبت عيل صغير هياكله. الفكره مش في الاندومي، الفكره ان انا معايا بكيني ومعايا اربع كراتين اندومي. هنكسر الدنيا، ده تحدي قياسي. مين عمل تحدي على اربع كراتين اندومي؟ على الله حكايتنا، على الله. انت واثق يا ابني انك هتوصل للرقم القياسي بتاعي؟ ده انا هعديك بمسافه يا ابني. اصلا يعني بصراحه يا لا خليش بقى اكلك انت والطبق الواقف. عارف يا جماعه انا واثق انه ممكن يغلبني ياكل الطبق وياكلني قبل ما ياكل الطبق عشان دي ما بيفرقش معانا اندومي بطعمي. يعني انا لو سالتك دلوقتي قلت لك الاندومي دي بطعمي هترد تقول لي لا لا مش بيفرق معاه، وانا بحب حاجه معينه بس فجبت له معاه فهو اصلا. هنبدا ولا ايه الدنيا؟ اكتر حاجه غلطت فيها، اكتر حاجه ندمت عليها ان انا جبت له شوكه. يا بكيني ما ينفعش الاكل بالايدين عشان بيتغار. وليه ندمت ان انا جبت له شوكه؟ خايف وهو بياكل ينتج زوره يخرم نفسه. والله متوقعها منا، انا متوقعها منا. اندومي حار، اللي هيكسب هياخد اربع كراتين اندومي. 1 2 3 اكشن. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over truth. ايه ده هو مش حاسس بحاجه ولا لا؟ لا انا معنى حاسس ده. بص وش عامل كده حمود. بص يا جماعه انا وقفت شويه لحد ما خدت نفسي لان انا الشطه مش والله لحد دلوقتي شايف مقصره هنا. تمام الكلام. مبدئيا كده هو بيقول هو اللي كسب، بس اقسم بالله العظيم انا اللي كسبت. مبدئيا اللوجه انا اللوجه ده اصلا يعتبر ما تحسبش ان حياه بسيطه، وانا موريك بسيطه تمام. هفضل قد عجله لما انت قلت لي اهو كلتهم كلهم وانت لسه بتعمل ايه؟ انت لسه بتاكل. بص كده احنا هنجيب واحد من بره يا هشام. تعالى يا طه.
في ذمتك، دي ذمه بزممك بيها يعني، ولا تيجي معايا ولا تيجي معاه، دي في ذمتك. مين اللي كسب؟ بس باختصار كامل يعني، ده سر كان عنك وده كسب خلاص يا عم. ده كوكب كله على الله. ايه ده؟ ده كوكب كبته كله على الله. اصبر بس، لما انت تقول انك كبته على الله كانت حياه بسيطه ما تذكرش يعني كده. ولما انت قلت كده كلتهم كلهم وانت لسه بتاكل. نصاب، اقسم بالله نصاب. طب ايه ده؟ قول والمصحف انت كسبت. اقسم بالله انا كسبت. استغفر. يا جماعه يا جماعه، ايش ده عم وصل الكاب يا جدعان؟ ده ده جرب جرب كده، وريني وريني. شوف هو ده الكاب. انا بقى مش كاب. وريني ايه ده بقى؟ وريني. شوف شوف ده بص كده، لو كبنا لو كبنا هنا، بص هنا، اعمل هنا واعمل هنا يعني. يا جماعه عدوا يا جماعه، احنا جبنا واحد وشهد ان انا كسبت تمام. وانتوا قولوا في الكومنتات التوب او بكيني. لو لقينا كومنتات التوب اكتر يبقى التوب اللي كسب. بس كده كده ادام واحد شهد يبقى انا اللي كسبت. كنت واثق ان انا هخسر، بس سبحان الله ربنا قادر على تغيير الاحوال من حال لحال. ربنا بيجعل اسباب ليك، لو ليك خير فربنا هيجعل اسباب عشان الحاجه دي تبقى ليك. انت عينك واسعه وهتبص لي فيهم. ها خد اكلك دي مني. الله يبارك لك. اللي بيصور بقى طبعا يا جماعه، كل واحد هيعمل سبسكرايب ولايك في الفيديو ده هبعت له كيس اندوب لحد باب بيته. المهم اديني العنوان وانا اقسم بالله ما هخرج.